أبناؤنا، عدة المستقبل، علينا أن نربيهم أن ينهلوا من أنوار النبوة. إن الرسول نور يستضاء به، مهند من سيوف الله مسلول. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طلع الصباح على المسلمين في غزوة بدر الكبرى، فالرسول صلى الله عليه وسلم إيش سوى؟ قال الصلاة عباد الله، الصلاة عباد الله. إيش قال؟ الصلاة عباد الله. فيقول الراوي في رواية الإمام أحمد: فطلعنا من تحت، فخرجنا من تحت الشجر والحجف، فصلى بنا الرسول صلى الله عليه وسلم أي صلاة؟ الفجر. 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 زين. حطنا نقطة. لا خلاص واضح. بعد زين. بعدين بعد الصلاة حرض على القتال، يعني شجع المسلمين على القتال. إيه؟ إذا بعد الصلاة إيش سوى؟ حرض المسلمين. يعني شجع المسلمين. شجع المسلمين على القتال. بعد أي صلاة؟ الفجر. الفجر. بعد أي صلاة؟ الفجر. زين. إيش سوى بعد الصلاة؟ ها؟ يعني شجع المسلمين على القتال. شجع المسلمين على القتال. زين. بعدين؟ مسلم. قال لهم إن جمع قريش تحت هذا الضلع الحمراء من الجبل. يعني إن جمع قريش تحت هذا الضلع الحمراء من الجبل، يعني قريش من خشيمر الجبل الصغير. زين؟ لونه أحمر. إي لونه أحمر، أحسن. وهم بيجون بالسهوم حوالينهم. اسمعني. إن جمع قريش تحت هذا الضلع الحمراء من الجبل. وين من خشين قريش؟ ها؟ ورا الجبل الأحمر. أيوة. ورا الجبل الأحمر الصغير. أيوة. لك درجة يعني ولا؟ نفس الشيء. لك درجة ولا درجة؟ أحمد عامر واحد وأحمد واحد. أحمد من بيسبق؟ أنا طبعاً. أنت ولا أنت؟ ما أعرف. ما تعرف؟ زين. بعدين الرسول صلى الله عليه وسلم صفهم صفوف. زين؟ إيه؟ وعند قدح يعني مثل خيزرانة. إيه؟ ويسويهم في الصف، وإذا بدرت بادرة أو نادرة كما قال أبو أيوب في رواية الإمام أحمد قال معي معي، يعني صفوا زين يعني. لين؟ واللي ما تكون زين يضربه. إيه. المهم بعدين هو في يد القدح يعني العصاية ضرب على بطن سواد بن غزية. انتبه. سواد ابن غزية. سواد اسمه؟ ابن غزية. أيوة. وعمره أن يستوي في الصف، فسواد ابن غزية قال أي يا رسول الله والذي بعثك بالحق لقد أوجعتني. فالرسول صلى الله عليه وسلم كشف عن بطنه. كشف عن شنو؟ بطنه. وعمره أن يستقي، قال الله تعال يعني يضربني مثل ما ضربتك. فإيش سوى سواد ابن غزية؟ راح حضنه وضمه. فاستغرب الرسول صلى الله عليه وسلم، سأله ليش؟ كما تقول روايات السيرة، قال يا رسول الله حضر ما ترى فأحببت أن يكون آخر العهد بك أن يمس جلدي جلدك. فاهم فاهمين الكلام اللي يقوله؟ يعني الحين حضر هذا الموقف وفي معركة يعني يمكن أموت. يعني يمكن أنا أموت أو أنت تموت فما بقدر أشوفك. يا سلام. عشان تحضنه. شوف أنا بيموت. إيه؟ هو هين لأنه يمكن يموت في معركة وما يشوفه عشان تحضنه ويتذكره. خلاص لك 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 لا ولا نقطة. السؤال الآن، من اللي قال سوى كذا أوجعتني؟ ها؟ سواد بن غزية. يا سلام. لا عقب ما جاب واحد. لا أنا كنت رافع يدي. شو اسمه؟ سواد بن غزية. سواد. زين سواد بن غزية ايش قال؟ ها؟ قال اي بطني. ايه. اي اوجعتني. ايوه. نقطة ولا نقطة؟
بعدين ايش سوى؟ ها؟ محمد صلى الله عليه وسلم. لا ايش سوى سواد؟ حبه. حبه ها؟ لان قال للرسول. خلاص خلاص. قال للرسول ايش سوى سواد؟ مثل سواد بن غزية قال لا ايش سوى؟ حضنا اي لك نقطه ولا نقطه. خلاص. اقول لك بقول ليش؟ لانه يمكن يموت في معركة وما يشوفها بعدين فيبي يتذكره. ايوه بعد ما صفهم صفوف اعطاهم ثلاث تعليمات ثلاث اوامر. اوكي عرفت اتوقع. زين واحد لا يقدمن احد منكم الى شيء حتى اكون انا دونه. هاي حديث؟ حديثي لا يقدمن احد منكم الى شيء حتى اكون انا دونه. هذا احنا نقوله؟ اصبر. لا يقدمن احد منكم الى شيء حتى اكون انا دونه. انا دونه. آه. لا يقدمن احد منكم الى شيء حتى اكون انا دونه. يا سلام. لا يقدمن احد منكم الى شيء حتى انا اكون انا دونه. احسنت. لك ثلاث نقاط وله ثلاث نقاط. زين بعدين التعليم الثانيه قال إذا أكثبوكم فرموهم واستبقوا نبلكم. خلي أقولها ثلاث مرات. لا هذه خلاص قولها. يلا احفظ. خلاص. آه. إذا أكثبوكم فرموهم واستبقوا نبلكم. إذا أكثبوكم فرموهم واستبقوا نبلكم. ها. آه. إذا أكثبوكم. إذا أكثبوكم فرموهم واستبقوا نبلكم. أحسنت. إذا أكثبوكم فرموهم واستبقوا نبلكم. ما شاء الله ثلاث درجات. ثلاث نقاط وثلاث نقاط. زين بعدين التعليم الأخير الأمر الأخير من استطعتم أن تأسروا من بني عبد المطلب فإنهم خرجوا كرها. يعني شنو؟ يعني هذول كانوا مكروهين من بني عبد المطلب مجبرين يجون مع الكفار. إيه؟ فأنتوا لا تقتلونهم أسروهم. زين يبا؟ إيه؟ يعني لا تموتونهم بس يعني أسروهم. أسروهم. زين الآن كم أمر قال لهم؟ ها؟ ثلاث. اثنين. ثلاثة هو الصح وانت اثنين انت غلطان. هو ثلاث أوامر. بس قلت اثنين. لا يبقى ثلاثة. ثلاث. شنو الثالث؟ الثالث من استطعتم أن تأسروا من بني عبد المطلب فإنهم خرجوا كرها. أنت قلت أول شيء إذا أكتبوا. إي صح في دعاء حديثين قلت لنا. ثلاث إي ثلاث أمور. ثلاث أوامر. أعطيتني نقطة؟ إي أعطيتك نقطة. ولا لا. الحين عامر ثلاثة ست. خمسة خمسة ستة ستة وستة 12 بعدين أحمد ثلاثة 11. أربعة خمسة خمسة وستة 11 12 و 11 من فايز الحين؟ عمر. زين طيب الحين وجه له سؤال ونشوف من بيجاوب ولا لا. وجه له سؤال. عندك سؤال؟ إيه. شنو ثاني بناء المسجد في الإسلامية؟ قباء. لا هاي اول مسجد. ثاني مسجد. مسجد قال لنا. ايه ثاني مسجد سهل. ايوه بدر. مسجد بدر. اه مسجد. اه لا ولي. سؤالك حلو يا عمر. اه خلاص ما اعرف صفر. انت اسال الحين سؤال لك انت. ما يصير لو ما قال. لا أوكي. المسجد الثاني المسجد النبوي. إيه؟ زين ها شنو ثالث مسجد في الاسلام؟ هي قلت لنا. ما قلت لكم. ما قال لنا. اوكي. ها. اذا ما تعرف بعطيك صفر. انا قلت لك جهز. شنو؟ ها؟ في هالقصة. ها. اليوم. ها. بس الحلقة اللي قبلها. ها. نزل على الكفار مطر قوي ولا خفيف؟ خفيف. على غلط قوي الكفار. قوي. آه. اسأل. أبالي قال المسلم. آه المسلمين. بس خلاص لي نقطة. لا هو منتبه ما منتبه بس بعطيك أنا نقطة على سؤالك. زين. لأن عطني ثلاثة مثل ما أنت عطيتني ثلاثة. لا واحد هذاك إذا قال الحديث بس. يلا الحين عامر فايز ثلاثة 13. أربعة خمسة وبعدين أي 13 وأنت كم؟ 12. يلا ثلاثة أربعة خمسة ستة كم 12 وانت 13 فايز عليه. يا سلام بارك الله فيكم كلكم جزاكم الله خير. أبناؤنا
حدة المستقبل، علينا أن نربيهم أن ينهلوا من أنوار النبوة. إن الرسول نور يستضاء به، مهند من سيوف الله مسلول. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً.